مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ككل يوم أحد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة. ضيفنا لهذا المساء هو السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. لمدة ساعة سنعود معه إلى مجموعة من المحاور والقضايا، وعلى رأسها بطبيعة الحال موضوع الساعة، وهو تليين نظام الصرف أو ما يعرف بتعويم الدرهم وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأسباب التي دفعت المغرب لتبني هذا الاختيار، وما هي نتائجه المحتملة على المعاش اليومي للمواطنين، بالطبيعة الحال إضافة إلى مواضيع اقتصادية وسياسية أخرى. محمد السيد، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا لك قبول الدعوة. شكرا على الدعوة، خصوصا بأنك كنت في فاس في هذا الصباح وجيتي عندنا مباشرة. صحيح، كان عندنا المؤتمر الجهوي ديال الحزب التجمع الوطني الأحرار بفاس. يا سيدي شكرا لك الحضور معنا. الله يبارك. شكرا. يسرني أيضا أن يكون معي الزملاء خالد مصطفاوي، رئيس تحرير بدوزان. سي خالد مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك قبول الدعوة. شكرا وجهي. وأيضا لأول مرة مهدي مشبال، رئيس تحرير مجلة تلكل. سي مهدي مرحبا بك. مرحبا سي عبد الله، شكرا لك. بطبيعة الحال حديث الساعة الآن حاليا هو قضية تليين نظام الصرف، يعني كتركز بشكل كبير على هذه القضيه ماشي تعويم الدرهم. غندوب واحد مجموعه من الامثله، نعطيك واحد المثال بسيط. البارح انا مثلا كنت في طنجه وكنت في راك في واحد الطاكسي، الموضوع الاول اللي هضر معايا دوك مول الطاكسي فيه هو هذه القضيه هذه، قال لي اش بغينا نديروا كاع بهذا الشيء ديال تعويم الدرهم؟ حنا كنا هانين ما عندنا ما نديروا بهذا الموضوع هذا. دابا الثمن ديال سميتو ديال الخبز، الثمن ديال المازوت، الثمن ديال مجموعه من المواد الاوليه غيطلع. واش هذا السيد هذا سائق الطاكسي عنده الحق ولا لا؟ لا، بعد اولا كنشكرك على الوصف اللي عطيتي، تليين نظام الصرف. علاش ماشي تعويم بعدا؟ انا كنفسرلك علاش. لان مول الطاكسي ملي دخلوا له في عقله تعويم بهاد، وسمع بعض التصريحات اللي كتهول من الاشياء، طبعا حتى انا وكنت انا يعني غادي انا غادي نخاف. تليين نظام الصرف ماشي هو تعويم الدرهم. باش نبدا من المنطلق، طبعا كي تعرف الجميع العمله هي يعني العملاتنا كما العملات في كل الدول هي اولا رمز ديال السياده، وهي هو في نفس الوقت يعني الشيء اللي يعني عنده واحد العاطفه، واحد رمزيه، وفي نفس الوقت هو الشيء اللي كنعتمدوا عليه باش نعيشوا. فكاين واحد الى العلاقه مع العمله اللي علاقه يعني استثنائيه. دابا بلاتي دابا العمله ديالنا، دابا العمله في العالم كاين نظامين ديال الصرف. كاين نظام ديال الصرف الثابت اللي هو هذيك العمله كتكون مرتبطه بالدولار ولا بعملات اخرى، طلعوا هذوك العملات تطلع هبطت كتهبط. وكاين نظام الصرف العائم اللي هو فعلا ديال التعويم، اللي هذيك العمله كتكون خاضعه للعرض والطلب. حنا في بلادنا عندنا نظام الصرف الثابت، وغندخلوا عليه واحد النوع من المرونه، لان لا التفاصيل غير بغيت تجاوبني، لان داك الشيء علاش باش الناس يفهموا. لا غنرجعوا غناخذوا وقتنا في التفاصيل. لان هضرتي لي على مول الطاكسي. لو كاين مول الطاكسي انا اطمئن مول الطاكسي. السؤال كسوء عاده مول الطاكسي انه الاثار ديالو في هذه المرحله ليس بالكبير جدا. كاين مثلا اشخاص مثلا عندهم الاولاد ديالهم كيصيفطوهم مثلا للدراسه في اوروبا، مثلا كيصيفطوا لهم واحد 5000 درهم 5500 درهم في اوروبا. واش مثلا الدرهم الان الا دزنا لهذا النظام المرن، واش غيكون عنده تاثير مثلا هاد الاشخاص هادو بانه بلاص ما يوصل 5500 درهم غيولي يرسل مثلا 10000 درهم ولا 15000 درهم ولا 20000 درهم من بعد؟ ملي غادي تعطيني الوقت باش نفسر. والله شنو درنا؟ نعطيك الوقت. اذا غنقول لهاد الاباء انه في الوقت الحالي في هذه المرحله لن يكون هناك اثر كبير عليهم ولا على المصروف. يعني ما كاينش ارتفاع ديال الاسعار، ما كاينش حتى شي علاقه بالامور. ليس هناك اثر كبير، وملي غنشرح لك غنقول لك شنو هاد الاثار. يلا بالطبيعه حنا كاين طمأنة. ندوزوا الان مسائل التقنيه. شنو بالنسبه لكم هاد القضيه هذه ديال التعويم الدرهم او تليين نظام الصرف، شنو تقنيا ماذا يعني؟ اذا هادشي العمله بيناتنا كنمشيو نشريو للسوق بالدرهم، ولكن ملي كنحتاجوا شي حاجه تجي على برا طبعا ما كنشريوهاش بالدرهم، كنشريوها بالعمله الاخرى اللي هي الدولار ولا الاورو ولا عملات اخرى. نفس الشكل ملي كنبغيو نصدروا كنصنعوا بالدرهم، وكنصدروا كنجيبوا عملات اخرى. اذا التوازن ديال الخارجي ديال بلادنا علاش معتمد؟ معتمد على الميزان التجاري ديالنا، التصدير والايراد والاستيراد، ومعتمد طبعا على مداخل اخرى ديال العمال المغاربه في الخارج، السياحه الى اخره. اذا هذه العمله العلاقه ديالها بيننا وبين الخارج عندها واحد القيمه. كما قلت كاين نظام الصرف الثابت اللي هو الان عندنا في بلادنا، واللي طبعا باش ما نرجعوش للتاريخ كان اندكسي على لا باريتي مع مجموع من العملات ديال اوروبا. من بعد ولات الاورو، دخلنا الاورو باش ما ندخلش في هذه القصه طويله. دابا حنا عندنا سله ديال العمله اللي مركز عليها او اللي مرتبطه بالدرهم هي
60% اورو 40% دولار. ما معناه؟ انه ملي كيرتفع الاورو 60% ديال الارتفاع باختصار باش من كتزاد الدرهم، والا انخفض 60% ديال الاورو ديال كنخفض. هاد السله هي اللي دابا الان عندنا الى حدود يوم الاثنين الماضي، كيتسمى السعر المرجعي ولا السعر المحوري. مزيان، فهاد السعر المحوري كان عندنا واحد هامش التقلب، يمكن له يطلع ولا يهبط. طبعا ملي كدير السعر المحوري من بعد كيمكن له يطلع ولا يهبط، كانت عندنا 0.3. شنو هو نظام السير في المارين اللي دخلنا وسعنا ذاك الهامش اللي هو 2.5 صعود و 2.5 نزول؟ وكيفاش كيمكن له الدرهم يتقلب في ذاك الهامش ديال 2.5؟ على حسب العرض والطلب داخل السوق. هذا هو نظام الصرف المرن اللي هو كنسميوه كما قلت تليين سعر الصرف. غنفسر لك طبعا الاسباب والمسببات. اذا كنقول لهاد مول الطاكسي وكنقول هاد السيد اللي عنده وليدات على برا ان اقصى ما يمكن ان يقع، اقصى ان الدرهم مقارنه مع العملات الاخرى يطيح ب 2.5%. هذا اقصى ما يمكن ان يقع له الان. اذا باش ما يخصش يكون هناك لا تهويل ولا، ولكن المغاربه خصهم يعرفوا وهذا مول الطاكسي اللي كتهضر عليه وهذا الاب، انه منذ انطلاقه ديال هذا النظام الجديد، يعني منذ اسبوع، هذه منذ اسبوع يوم الاثنين الان، هذه اسبوع، انني العمله ديال الدرهم لم تتقلب في الهامش الجديد، بقات في الهامش القديم. حتى انه يوم الجمعه الماضي، لان هذا السوق خدينا احتياطات طبعا باش نفسر الاصلاح، خدينا احتياطات. السوق ملي كيبغي يحتاج الدوفيز، بنك المغرب كتعطيه الدوفيز ما يكفيه. نهار الجمعه خرجات بنك المغرب باش تعطي الدوفيز، لقوا انه ليست هناك حاجه. علاش؟ يعني ان الاسواق في استقرار، انها تقبلت هذا الاصلاح، وان القيمه ديال الدرهم ديالنا، القيمه ديال الدرهم الحقيقيه في السوق هي القيمه ديالو يعني النظريه، وبان هذاك الشيء التقلبات اللي ممكن انه يكون تحصل في قيمه الدرهم لم تقع، وهذا كيزيدنا اطمئنان وكيزيدنا ثقه ان ما قمنا به هو الصحيح. خالد مصطفى. سيد الوزير، الا فهمت التعويم التدريجي يعني ان الدوله، عاود التعويم التدريجي، تليين نظام تدريجي، يعني ان الدوله سترفع الدعم عن الدرهم مقابل العملات الاجنبيه. السيد رئيس، هل هذا صحيح؟ السيد رئيس، الدرهم لم يكن، ما فيش دعم، نظام الصرف ما فيش دعم، باش ما نعاوتانيش نغلطوا المغاربه، ما فيش دعم. هناك عمله كما قلت اللي كتدخل عن طريق الصادرات، وكتدخل عن طريق التحويلات ديال المغرب للخارج، كتدخل عن طريق السياحه، وكتدخل عن طريق الاستثمارات، وهذا اللي كيشكل الاقتصاد ديالنا، وكاين او تيشكل يعني المداخل ديال العمله، وكاين المصاريف باش كنشريو، لان عندنا في كل الفاتوره الطاقيه كنجيبوها 100% مع على برا، عندنا لا قدر الله ملي تيكون الجفاف اللي كنجيبو الزرع، ها اللي كنجيب يعني كنخلصو. هذا كيخلق، هذا هو باش الاخوان، هذا هو تقريبا هو الحساب التجاري. اذا ما كاينش هناك دعم، اللي كاين اللي كاين، لا اللي كاين، وهذه اللي خص المغاربه يعرفوا، لما نثبت درهم في، لا اللي كاين هو في، انا في قيمه ما امام الدولار، هذا يعني اننا باش ندعم، باش يعرف الخط، باش يعرف المغاربه الاهميه ديال الصرف، انه لا قدر الله الا احتجينا في الدرهم تيمكننا باش نبسطلو، تيمكننا نطبعو، ولكن الدوفيز الا احتاجيتيها ممكن لك. والناس خصهم يعرفوا بانه في الثمانينات ملي كان التقويم الهيكلي وصلنا للصفر، حنا هذا الاصلاح كله دار وقايه لاقتصاد بلادنا من الصدمات الخارجيه اللي يمكن تصيب الاقتصاد، وما درناه الا عن قناعه. اشرح لي، اعطي لي مثال على هذه الصدمات الخارجيه. انا نعطيك مثال، تقويم الهيكلي، باش نرجعوا للتقويم الهيكلي الماضي، ما ناخذ مثال ديال الصدمه، نعطيك مثال ديال الصدمه، انه البترول يدير 200 دولار، شكون اللي غيخلصو؟ لا دابا تنقول لك ماشي شكون اللي غيخلصو، ما عاد يبقاش عندك الدوفيز باش تجيبو. لا ماشي، لا تصمت لي، تصمت، ماشي شكون اللي غيخلصو دابا، مازال ما بلاتي السيد المواطن فاش غيدير الصدمه ولا الدوله. دابا خص المواطن يعرف، خاصة ما نبقاش في المقاصر، بلاتي خص المواطن يعرف انه ملي كتكون هاد الصدمه وما تيبقى لكش الدوفيز، ديك الساعات ما كتبقاش تقلب شكون اللي غادي يخلص ولا ما غادي يخلص، ديك الساعات ما عندكش باش تخلص نعامات. ملي وقع باش نكون لك بلدان قريبه، ملي ما كيبقاش عندك الدوفيز
الجزائر مثلا ما تنهضروش على من الله يخليك ما نعطيش بلدان لان هذا التحليف بهذه الطريقه اللي فيها تعويم ماشي تلين لان المغرب اخر تعويم كان مصر لا هذاك تعويم باش ما نهضروش على تعويم مباشر هذاك اش وقع ما بقاش الدوفيز عوموا طاحت العمله ب 50% ارتفع التضخم ب 30% شحال الاحتياطي ديالنا لا احنا عندنا علاش بعدا درنا هاد التليين شنو الاحتياطي لا تماشي بشنو هادي راه ماشي جيتنا واحد الصباح وقلنا غادي نديرو التليين ما درنا التليين بهذه الطريقه حتى كان عندنا المقومات والمؤهلات اولا عندنا نظام بنكي صحيح ثانيا عندنا نسبه تضخم ضعيفه 0.6 0.5% في السنه 2017 واقصى تقدير 1.5% السنه الماضيه عندنا نسب العجز لا ديال الميزانيه ولا ديال العجز الخارجي في توازن عندنا سوق ديال السعر يعني عندنا سوق ديال وعندنا هذا هو اللي بغيت نطمئن به المغاربه 240 مليار درهم من المخزونات ديال العمله الخارجيه اللي ملي تحتاج السوق شي حاجه كنأديو هذاك الشيء ما يعادل ستة أشهر وبضعة أيام من الاستيراد خالد مصطفى أنا خليه مادي مشبال يتكلم مادي مشبال أنا كنت فهم سي بوسعيد عنده خطاب كيطمئن وهذا الشيء معقول لأن الهامش 2.5% ماشي كثير ولكن السيناريو اللي مخوف صراحة هو نفترضوا أن البترول طلع ل 200 دولار كما قلتي قبل هذا الأسبوع اللي درتوا فيه هذا الإصلاح كانت بنك المغرب كتدخل في السوق وكتعطي الدوفيز الناس اللي محتاجينها والثمن ديال الدرهم ما كيتبدلش ولا كيتبدل شويه ولا اليوم مع هاد التليين اللي درتو والتعويم اللي غنمشيو فيه اون برينسيب خاص لاجوستون يدار بالثمن ديال الدرهم يعني بنك المغرب ما غتبقاش تجبد من الاحتياطي ديالها وتعطي المارشي غير السوق غادي يولي الثمن ديال الدرهم كيطلع وكيهبط وغتكونوا مضطرين ان هذيك 2.5% تكبروها تولي 5 ولا 10 ولا 20% على حساب الظروف وهنا نقدروا نطيحوا في مشكل كما اللي وقعوا فيه الاخوان في مصر هاد المراحل ديال الاصلاح كلها غيبقى البنك المركزي اللي هو بنك المغرب يتدخل في السوق ملي ذكرت على المخزونات 240 مليار درهم او ليكيفالون يعني لان بالدوفيز كاين الدولار واللورو انه السوق كل ما احتاج عمله خارجيه البنك المغرب كيدخل هذا اللي كيحاول هذا اللي غادي يكون فيه وسائل ديال الضبط وهذا اللي عطانا ضمانه اننا نمشيو في هذا الاصلاح التدريجي ولكن علاش السي بوسعيد غنديروا اصلاح ديال التليين وبنك المغرب غتبقى تدخل لا 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 بلاتي لان الهدف هو بنك المغرب ما تبقاش لا بلاتي لان لا ماشي دابا لا كنقولوا على المدى المتوسط شوف كنقولوا على 5 سنين التعويم الكامل شوف العمله وهذا اللي طمأننا واللي خصو كما قلت يطمئن الجميع المغاربه ملي درنا هاد التليين يوم الاثنين الماضي ودخل حيز الوجود حنا كنا نراقب السوق لان يمكن يكون عندك نظريات وفي النظريات انا اعطيكم واحد النظريه انه لازم نشوف هذا الاصلاح نظريه ديال مندل تقول الشيء التالي انه في بلد بحال بلدنا اللي عندك انفتاح اقتصادي صحيح. وتوجه نحو العالم 55 بلد موقعين مع اتفاقيه التبادل الحر ما كاينش شي حاجه اللي يعني 80% ديال الاستيراد ديالنا تيخلص تقريبا صفر درهم من رسوم الجمرك يعني كاين شي انفتاح اكثر من هذا وبقياده لجلاله الملك حفظه الله كاين هناك واحد العمق الافريقي اللي كله انفتح لنا في نفس الوقت عندنا هذا الانفتاح وفي نفس الوقت كنظام نظام اقتصادي عصري عاطي البنك المغربي استقلاليه السياسه النقديه يكون عندك وفي نفس الوقت لا بلاتي وفي نفس الوقت هذا من الناحيه النظريه وفي نفس الوقت يكون عندك نظام سعر الصرف ثابت هاد الثلاثه لا يجتمعان انا بغيت نسولك اسئله بسيطه بزاف او لا يجتمعان انا نسولك اسئله بسيطه والسؤال البسيط هو شنو غيربح حنا كمغاربه والمغرب اشنو غيربح المرور هذا النظام هذا واش ما كناش نبقاو في هذاك النظام اللي هو ثابت اللي ما بقاوش ندخلوا في هذه النقاشات هذه وما يكونش هذا القلق عند المغاربه لا ماشي هذا هو السؤال علاش اشنو غيربحوا كمغاربه المغرب شنو غيربح لا دابا انت نقول لك حنا ملي كتكون شي اصلاح ما كتشوفوش منطق ربح وخساره دابا الاصلاح وبلادنا كانت دائما قويه حين نستطيع ان نستبق ان يكون هناك خطه استباقيه اللي غنربحوا الا نقع فيما وقعت فيه بلدان اخرى وذكرتم بعضها
أنه يكون هناك صدمة قوية لا نستطيع تحملها. لهذا خدينا وهذا يكون اللي نجحنا فيه إن شاء الله وغادي نجحوا فيه هيكون المغرب نموذج في التحول في نظام سعر صرفه بالآنات وبالتطمين. لكن بشكل واقعي بشكل واقعي وامثله اشنو غنربحوا مثلا؟ واش غيتزاد مثلا في السله ديال المواطنين القدره الشرائيه ديالهم غتزاد؟ واش الاقتصاد المغربي غينمو؟ واش الصناعه ديالنا من غير وقايه اولا كتعزز التنافسيه، لان السياسه الاقتصاديه ما خصهاش تكون مبنيه فقط، لان باش يكون عندك قوه ايضا تصديريه خص يكون عندك تنافسيه في البلاد، وباش يكون عندك تنافسيه لابد ايضا تستعمل كل الوسائل ديال التنافسيه. احنا نجولها من بين الوسائل ديال التنافسيه سعر الصرف. باش يكون عندك جاذبيه خصك تستعمل سياسه الصرف، باش يكون عندك ايضا وهذا اللي عاود عندنا نرجع له دي كوسان، يعني يعني اليات الانيات لامتصاص الصدمات خصو كان. ما يمكنش عندنا الحمد لله سياسه ميزانيه وفقنا فيها الحمد لله رجع الاطار الماكرو اقتصادي لواحد التوازن، لانه هذاك هو اللي كان كينتج الدين العمومي اللي طالع. احنا الحمد لله دابا غادي نقادو شويه وغيكون فيه استقرار. عندنا ميزانيه، عندنا سياسه نقديه تقوم بها بنك المغرب اللي فيه الاستقلاليه الكامله اللي كتواكب طبعا الاسواق الماليه. ولا بد خصك تستعمل كما قلت نظام ديال الصرف باش تدفع بالاقتصاد الى الامام. بالنسبه للمواطنين الان مره اخرى اؤكدها ما عاد يكونش هناك شي تحويل كبير، ما عدا لان دابا ملي تنقولوا دائما التليين، علاش تنقولوا التليين؟ معناه فقد للقيمه ديال الدرهم او خفض للقيمه ديال الدرهم. حيت كاين ضغط سي بوسيد. لا ما كاينش. لا الميزان التجاري فيه عجز كبير والضغط كاين. لا الميزان التجاري فيه عجز، ولكن كما قلت الحساب التجاري العجز ديالو مستدام، لان الحمد لله ملي كتشوف ذاك الميزان التجاري صحيح الميزان التجاري فيه عجز. كنستوردوا شنو الميزان التجاري؟ الميزان التجاري هو الفرق بين ما نستورد منتوجات كنستوردوا من طبعا منتوجات الاستهلاك ومن منتوجات لا بلاتي الطاقه الكهربائيه الطاقه الطاقيه او الفاتوره الطاقيه، ولكن ايضا تجهيزات ديال 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 الاستثمار. هذا الاستيراد وبعض المرات الزرع الا كان لا قدر الله الى اخره، هذا الاستيراد كله تيجي منا تقريبا 417 مليار درهم. وحنا شحال كنصدروا؟ حنا كنصدروا شي 208 مليار. يعني لا صحيح لا بلاتي لا صحيح صحيح باش كنكملوا لان الحساب الجاري كنكملوا بالسياحه اللي كتجيب لنا حوالي 60 مليار، تحويلات 60 مليار والاستثمارات الخارجيه اللي كتجي حوالي بين 25 مليار. غير باش الناس كيتفرجوا فينا، ماشي خصنا نكونوا بان نبسطوا ما امكن، لان ماشي نقاش تقني بزاف، نبسطوا ما امكن لان الناس راه كلهم ما عارفين شنو هو. حنا بغينا نبسطوا باش نطرح السؤال. هاد العجز ديال الميزان التجاري اللي 240 مليار ديال الدرهم مزمن مزمن يعني هيكلي صحيح. كنغطيو بالاستثمارات الخارجيه صحيح. واحد 3 مليار ديال الدولار بالايرادات ديال السياحه بالمغاربه ديال الخارج بالدين الخارجي حتى هو كنغطيو به، ولكن صحيح. كيبقى عجز في الميزان المالي ديال الدوله، كيبقى عجز. يعني هادشي اش كيبين ان الطلب على الدوبيز ديما غيبقى اكثر من الطلب على الدرهم. يعني الضغط على القيمه ديال الدرهم راه كاين ومستدام وهيكلي، والحل الوحيد باش نقدروا نوازنوا القضيه هو نوليو كنصدروا اكثر من اليوم. ايوا انت سي بوسعيد وانت جيتي وباش نصدروا ودابا وصلنا للاقتصاد، ما بقيناش كندويو على احنا باش نصدروا داك الشيء وداك الشيء في الهواء كندويو دابا في الاقتصاد. باش نصدروا خصنا نخفضوا قيمه العمله، خاص الناس ديالنا يمشيو للصناعه ونولي نصدروا منتوجات ونبقاش نستوردوا اي حاجه اللي كاين شي مسائل نقدروا نصنعوها. الله يرضي عليك. شنو السياسه ديالكم؟ 2017 استوردنا، وهذه طبعا فائده للمواطنين خصوصا الطبقه المتوسطه، 170 الف سياره استوردناها واستوردنا اشياء اخرى. السؤال اللي تيقول السي مشبال معاه الحق، وهذا هو اللي الان منخرطين فيه، ان ما يبقاش فقط المغرب بلد وان كان عندنا بلد ديال الاستيراد، انه ايضا نموذج النمو ديالنا ما يبقاش فقط طالب الاستهلاك والاستثمار العمومي، انه يتوجه هذاك التوجيه خصو وقت. بدينا فيه دابا ملي كنشوفوا التحولات
اللي وقع في الاقتصاد ديالنا، راه خصنا نعترفوا ان الاقتصاد ديالنا الحمد لله في واحد الخطه سليمه. شكون اللي كان كيتوقع انه منذ 2014 اول قطاع تصديري في بلادنا هو السيارات؟ هذا راه خصنا نفرحوا به. شنو الله يخليك نقول ما تنقولش انه في هذا امام المغاربه ان كل شيء مزيان وكل شيء بارفي وما خصنا حتى شي حاجه، لا لا، عندنا نواقص، عندنا اختلالات غنجيهم، ولكن دائما غير نقولوا الاشياء يعني يعني بحال هذا الكاس، مره نشوفوا اللي عامر مره نشوفوا اللي خاوي، ما نبقاش نشوفوا اللي خاوي. ملي تنقول ان قطاع السيارات صحيح 60 مليار ديال التصدير في 2017 وغيولي المغربي صنع مليون سياره في 2021، هذه نفتخر بها. هذا التوجه نحو التصدير هو الخلاص ديالنا باش اولا نتجو ونزيدوا في القيمه المضافه والنمو يطلع، باش نخلقوا فرص الشغل، وغنجيو ربما في الحديث حول ديال الشغل، وباش نجيبوا الدوفيز. هنا 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 لو جيني الذكاء ديال المغرب، لان الحمد لله عندنا المقومات، عندنا الاستقرار، عندنا الامن، عندنا القرب من الاسواق، عندنا الحمد لله استراتيجيات قطاعيه واضحه، عندنا الرغبه والاراده ديال الدوله انها تشجع هذه القطاعات، دايرين واحد الفوند ديفلوبمون اندستريال، واحد الصندوق ديال التسريع الصناعي فيه 3 المليار. نوضوا نشتغلوا ونشوفوا ايضا هذه الاسواق، لان ما يبقاش فقط نستهلك، خصنا ايضا نصنع، والحمد لله عندنا كل المقومات. ملي كنشوفوا هاد المستثمرين الاجانب الذين يثقون في بلدنا، و2017 ارتفع الاستثمار الاجنبي ب 12%، وجات يعني ماركات دوليه اللي كتثق الحمد لله بلادنا، وبلادنا الحمد لله بفضل السياسه سيدنا الله ينصره في التوجه نحو العالم وفتح يعني شراكات مع العالم وتنويع للقطاعات، ها الفلاحه، ها الصناعه، كيشكل الحمد لله واحد البلد عنده واحد السمعه ويشكل ارضيه للانتاج والتصدير. خالد مصطفى سيد الوزير، بغيت نعرف علاش اليوم بالضبط، علاش كانت واحد السنوات كنا وصلنا السنه ديال الواردات العمله الصعبه. نقول لك هي قصه في حقيقه طويله. اول مره بدينا نهضروا على هذا التليين ديال سعر الصرف 98، ومن 2007 إلا خديتوا جميع التقارير والتقارير ديال يعني عندنا شراكه مع صندوق النقد الدولي، تيقول لك اودي راه بعد بعد شوف بعد الله يخليكم راه ما لزموا علينا والو، وكما تنقولوا يمشيوا للتقرير ديال 2007 وغادي تشوفوا من 2007 وتيقولوها لنا وكاكلزموا اليوم صنعنا وي بلاتي 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 بعدا وكاكلزموا علينا، وكنمليقوا لنا في 2006 نديروها في 2007. لا، حنا بقينا كناخذوا الوقت ديالنا الكافي، لان خصك تحضر تحضير، ماشي غير تجي وتلاح، خص يكون عندك المقومات. علاش دابا؟ علاش بالضبط؟ لان عندنا لي بخي، لان دابا لي بخي غوكي كلهم كان عندنا المطلع الضوء. اولا كانت عندنا لا كريز، ما يمكنلكش من بعد لا كريز 2008 2008 كنقول كنا كيقولوا بان المغرب ما لا لا، ولكن لا من بعد لا كريز هي في ان في غوتار، لان بين 2008 باش نكونوا مع الشركاء فوقاش بدينا نحسوا بلا كريز حتى 2011 2012، لان دائما الامور تملي وقعت لا كريز في ميريكان انتقلت لاوروبا بواحد وين كان هذا لي سيكل دابا راهم تيقصروا الان. علاش علاش الان؟ لاننا وجدنا واجدين هاد المقومات، هاد المؤهلات او هاد الشروط باش يمكن لك تقوم بهذا الاصلاح. عندنا هما اللي ذكرت لك قبيله، توازن الاطار الماكرو اقتصادي، تواجد، وهادشي راه تاكدنا منه. دابا باش نبدا نقولوا من الاخر، ياك هذه سيمانه باش بدينا في الاصلاح لا وقع والو، الحمد لله، الحمد لله، امور عاديه الحمد لله. ولكن علاش هذه اللي بغيتني، علاش ما داش 30 يونيو فاش تعطى؟ لا علاش ما داش ذاك؟ لان باش بغينا نقولوا للمغاربه انه راه تم التحضير له والتاني وبشويه، لانه ايضا باش نقولوا انه هذه الامانه والمسؤوليه ما تلعبوش بها، باش نكونوا متاكدين ان هذا هو الاتجاه. داكشي علاش ما داش؟ اخر سؤال، اخر سؤال، وقع دي واحد التخبط بين الاعلان على 30 يونيو ومن بعد 30 يونيو، شكون اللي كيتحمل المسؤوليه اللي قال لك راه 30 يونيو غيولي عندنا التعويم؟ لا ما كاينش، ماشي مساله ديال، لا نقول لك واحد القضيه، شوف اللي قال له هذاك تبخرت 45 مليار، لم تتبخر، هو تيقول لك شوف رب زعما رب دارت النفع. علاش؟ لان حتى هي تعلمنا منها، لان كنمشينا في الشفافيه، لان هذا الشيء كما قلت لك تنحضروا مع بنك المغرب منذ 2007، ولكن التحضير الكبير منذ سنتين، اجتماعات الى اخره، وكان هناك يعني واحد النوع من الشفافيه. ما وقع انه تم طبعا الاعلان،
الناس خصوصا الفاعلين الاقتصاديين يعني مش ما عندهمش ثقه في التعويم. لا 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 مش عندهم. لا لا مش عندهم. لا لا شوف الا باش حتى شراو حتى دابا حتى دابا لا لا اولا ما تبخرتش لان هذاك شنو داروا؟ داروا تغطيه داروا تغطيه ديال الاستيراد ديال المخاطر اللي كان غيشري شي سلعه وغادخل له من بعد 3 شهور شرا قبل فاطمه يسين حتى 3 شهور يخلصها قال لك اخويا انا نخلصها دابا ومشى عند البنكه وهذيك البنكه شدات الدوفيز دابا وصفتهم على البنك هذو هما التغطيه مازال كاين واحد الساعه لا اللي بغيت نقول لك انه ملي وقع داك التغطيه داك الفلوس اللي خرجوا راه البنوك هادشي اللي كاين دابا الامور الحمد لله استرجعنا المخزونات ديال العمله الصعبه كما كانت عليه في قبل هي 6 شهور و3 ايام داك الشيء علاش قلت لك اودي شويه التوقعات ديال خالد مصطفى خلوا ما ديمش باش السيد الرئيس الرئيس حبيب دوزان ما ديمش باش واحد الملاحظه صغيره باش حتى المشاهدين يفهموا كتقولوا بان السلبيات محدوده ولكن حتى الايجابيات راه محدوده ديال هذا الاصلاح غير نقول غير واحد النقطه لان ديما كنذكروا المثال ديال ميسر وكنجبدوا فيه غير السلبيات الاصلاح ديالهم كان عنيف هذا الشيء راه متفقين عليه ولكن شوفوا ميسر هذا العام استثمارات خارجيه بشحال طلعت السياحه بشحال طلعت التصدير بشحال طلع سي فري كانت التضخم طلع 30% ولكن هذه الايجابيات كامله ديال اللي داروا الاصلاح في مصر حنا ما غاديش نستافدوا منها يعني غاديين بشويه كيما السلبيات قليله ما كايناش راه حتى الايجابيات ما كايناش نحن بلد التوازن لان ما يمكنش نقول لك نقول لك صراحه لان كتشوف انت هذه الايجابيات ولكن في البلد الذي ذكرت ان تكون عندك تضخم ديال 30% صعيب 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 من يجب من يمكن ان تعمل شنو هو التضخم بلا شنو هو غلاء التضخم شنو هو الاسعار هو غادي تمشي تشري هذا الستيلو اليوم بدرهم بعد عام غادي يبدا يسوى لك درهم 30 باختصار شديد باختصار ما يمكنش يكون هذه الطريقه حنا هذا هو الاستدلال اصلا انا ما قلتش نديرو بحال ما انا قلت غير ولهذا لا شوف الايجابيات لا بلاتي كاين ايجابيات لا بلاتي باش نكون واضح ايضا باش الناس ما يلومونيش كاين ايضا سلبيات لانه ملي ومن بين السلبيات هي هذه القضيه ديال التضخم هي مؤشر الاسعار حنا رحنا ضبطنا تنقول اودي الا مشينا في هذا الهامش ديال 2.5 صعودا ونزولا اقصى ما يمكن ان يكون هناك في ارتفاع الاسعار او نسبه التضخم هي 0.4 يعني رحنا متحكمين فيه متحكم ما تلاحيناش ما مشيناش في داك يعني القفز في مره اخرى نسول واحد السؤال بسيط باش نسد هذا المحور ديال الدرهم كنقولوا مثلا بان الهامش ديال الصعود او النزول هو 2.5 سؤال بسيط بديهي بالنسبه لي شكون اللي كيتحكم في 2.5 مثلا انا مثلا مواطن بسيط عادي لا غنسول هل 2.5 شكون كيتحكم فيها علاش ماشي 10 علاش ماشي 20 علاش ماشي 30 كيفاش كنتحكموا في هاد 2.5 اولا التحديد ديال 2.5 كان بقرار للحكومه داكو في اطار القرار ديال وزير الاقتصاد والماليه والذي ينفذه ويقوم بتدبيره بنك المغرب هذا هاد لابورن انفيريور سوبيريور كيفاش كنتحكموا فيها سابيل كيفاش كنتحكموا فيها لا هذه محدوده معناه انه الا فات 2.5 كتدخل بنك المغرب كتشري الدوفيز الا طاح على 2.5 كتدخل في المغرب تتعطي الدوفيز معناه انه ما يمكنش يفوت هاد جوج ديال هاد السقف وهاد الارضيه ما يمكنش يفوتها هذا اللي قلنا ومن بعد دابا ملي شفنا ان الامور الحمد لله كما قلت داز الوغ فوقاش كيتكون التذبذب ملي تيكون المارشي فيه ان ستريس او تتكون فيه لا سبيكولاسيون تيوقع المضاربات تيمكن له يطلع ويهبط ولكن اكد لكم انه هذا الاسبوع وما الاشارات اللي عطانا السوق بينت شيئا كنا تنقولوه دائما ان القيمه ديال الدرهم ديالنا القيمه بالمقارنه مع الاسس الماكرو اقتصاديه والاسس الاقتصاديه ويعني لان كاين القيمه النظريه حقيقيه اللي هي القيمه ديال الاتزان او التوازن لا فالور ديكيليب وكاين قيمه السوق لو تو دو شونج افكتيف ريال ما كاينش شي فرق وبقى الحمد لله الدرهم مستقر هذا يعطينا حتى في السوق الموازي وحتى في السوق الموازي ما كاينش الحمد لله ما كاين حتى شي اختلاف نشوف معك موضوع اخر وهو موضوع في شهر اكتوبر الماضي تحدث الملك محمد السادس عن ضروره التفكير في نموذج اقتصادي واجتماعي جديد في نظر ديالك لان هذا النقاش هو ماشي مطروح عليك فقط كوزير الماليه والاقتصاد ولكن مطروح على جميع المغاربه الفاعلين الاقتصاديين بكملهم في نظرك شنو هي الملامح هذا النظام الجديد اللي خصو يكون وعلى شنو خصنا نركزوا في
في نظرك؟ بعد باش نبسطوا شويه الامور، باش شنو هو النموذج التنموي؟ النموذج التنموي هو المجموعه ديال السياسات العموميه باش نزيدوا في انتاج الثروه اللي هو نموذج النمو، نزيدوا في الثروه وتكون اليات لتوزيع الثروه بصفه عادله ومنصفه. هذا يعني النموذج التنموي في كل السياسات العموميه ماشي فقط الاقتصاديه، الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والدينيه، يعني بالمفهوم الشامل. صافي، الى خديتها بعباره اخرى، وجلاله الملك حفظه الله اشار الى اعاده النظر في هذا النموذج عبر فتح نقاش، هذا اللي مهم، وطني يشارك فيه الجميع، الحكومه والبرلمان والمفكرين والجميع، باش حنا اللي نختاروا النموذج ماشي واحد اللي غادي يجيبه. هو بعباره اخرى اعاده ترتيب الاولويات، باش اعاده، هذا هو النموذج، باش ما نضيعوش اعاده ترتيب الاولويات. وفين وصلت التفكير في هذا النموذج؟ علاش اعاده ترتيب الاولويات؟ لان هذا النموذج اللي عندنا ولا كيخلق خمسه ديال التفاوتات. التفاوت الاول هو التفاوت الاجتماعي بين الفقير والغني، التفاوت الثاني هو التفاوت المجالي بين القريه والمدينه، وبيني وبينكم دابا هاد النماذج التنمويه في العالم راه حتى هي كتنتج نفس التفاوت. التفاوت النوعي بين الرجل والمراه، دابا باش امراه تشتغل في المدينه يعني خصها الراجل عنده اربعه الحظوظ اكثر باش يشتغل اكثر من المراه. هناك تفاوت ايضا يمكننا نعتبره تفاوت الفرص، او يعني عدم تفاوت في الفرص، اللي معلم ماشي بحال اللي ما معلمش، والتعليم اللي يعني هناك ايضا واحد التفاوت اللي هو التفاوت المعرفي والثقافي. هاد التفاوتات يعني كنا متسكين، دابا كيفاش غادي نقلصوا منها؟ باش نقلصوا منها خصنا كما قلت نعيدوا نشوفوا شنو هما الرافعات باش نقلصوا من التفاوتات. اذا شنو هما الاولويات جدا بالنسبه لك؟ شنو هما الاولويات؟ طبعا هذا يكون في اطار النقاش، ولكن دابا تسالني شخصي وربما حتى راي ديال الحزب الذي انتمي اليه، باش التجمع الوطني الاحرار، باش نكون باش ما ندخلش في الكاسكيت الحكومه. نعتقد ان المفتاح والاداه اللي غادي ان شاء الله يعني اللي غادي تشكل الارضيه الصلبه لمغرب الغد هو التعليم. وكان هذا نقاش بانه قديم، ولكن نقاش قديم يعني كل شيء كان يوجد بانه التعليم، لان لحد الان لحد الان ما حققناش فيه داك الشيء اللي خصو يتحقق بكل صدق. ونصارحوا المغاربه ملي كتولي المدرسه العموميه يعني تنتج هي الفوارق بين القطاع الخاص والقطاع العام. ها بعد وحده، وهذاك القطاع العام اللي كيكبر وتعطيه ويمشي للجامعه كيخصك عاوتاني باش يدخل يندمج في السوق، خصك عاوتاني. يعني منظومتنا التعليميه صحيح انه قدام قديم، صحيح ما كناش، ولكن لم ننجح نقولها بكل صراحه باش نتقدموا فيه. ولكن هادشي راه ما غيعطي النتائج ديالو حتى ل 20 عام و 30 عام. ايوا هذا هو الان عندنا نتائج، عندنا الحاجيات الانيه الان. النموذج التنموي ماشي باش عاوتاني المغاربه يعرفوا، ماشي راه بين عشيه كما قلت واحد النهار، ماشي بخيطا بوغتي كتدخل كتقيس واحد الجلابه وتخرج لابسها. لا لا، راه اولا خصو يكون فيه مشاركه وتعبئه الجميع، لان علاش ما حققناش داك الشيء اللي خصنا نحققه في التعليم؟ لاننا لم ننخرط جميعا في الاصلاح بالصوره التي يجب ان ننخرط فيها، لانه هو اصلاح صعب. لان ماشي فقط ديال الامكانيات. هذه السنه في قانون الماليه هناك امكانيات جد مهمه، يعني بانه مساله ديال الحكامه، مساله ديال يعني ثقافه، مساله ديال انخراط الجميع، مساله ديال التكوين، لان هي كتقيس العنصر البشري كتصعب الامور ديال الاصلاح. احنا قبيله كنهضروا على التليين تقني إيه؟ ولكن ملي كتدخل الانسان وما ادراك ما الانسان، هنا اللي خصنا الاهتمام يكون الاولويه. وشوف انا نقول لك واحد القضيه، نساو كل شيء نبداو غير، لان ملي كنهضر على قبيله قلنا توزيع الثروه، ملي كتجي توزيع خصنا نخلقوها بعدا، لا غادي نخلقوها، خصنا نعزوها. ملي كتجي توزيع خصنا ان كما تنقولوا انه المغاربه فين ما كانوا يكون عندهم تعليم ذو جوده، يكون عندهم صحه ذات جوده، يكون عندهم شغل. هذا هو توزيع الثروه، من هنا كيبدا. وملي كنهضروا على قبيله القدره الشرائيه، دابا بالله عليكم واش دابا جوج ونص ديال بين قوسين ديال التليين باش نرجعوا للموضوع، واش كثيره مع ذاك العائله اللي كتقطع
باش تدير وليداتها في القطاع الخاص، التعليم القطاع الخاص، واللي كترهق الكاهل ديالها، ولا الا مرضات تتمشي للصحه. هذا هو النموذج التنموي اللي خصنا الان الحمد لله بلادنا. ولكن باش نكون عاوتاني باش من 15 17 سنه اللي فاتت درنا مجهود يعني استثنائي في التجهيزات. بلاتي الله يخليك، هذه الفكره لانها مهمه، في التجهيزات، في طرق السياره، في الموانئ، في دابا الحمد لله عندنا واحد الرصيد. دابا خصنا نوجهوا التوجه لهاد القطاعات اللي هي التعليم، اللي هي الصحه، اللي هي الصحه. اسمح لي مش بالو خالد مصطفى على هاد القضيه هادي، ونعطي الكلمه لخالد مصطفى على هاد القضيه هادي. هاد 15 عام يعني تقريبا في الالفينيات استطعنا بانه كان واحد الغطاء، كان واحد لو جاب كاين ما بيننا وما بين الدول مثلا ديال اوروبا، اوروبا الجنوبيه، ناخذوا غير الجيران ديالنا، ما بين اسبانيا والبرتغال ومجموعه ديال الدول اللي كاين في الجنوب. استطعنا بانه هذاك الغطاء نوصلوا ليه شويه، بانه كنا كندير واحد نسبه نمو كتوصل بعض المرات 8%. من بعد الان حاليا في السنوات الاخيره النمو ديالنا ما كيتجاوز 3%. اشنو وقع في المغرب؟ اشنو وقع بانه كنا غاديين في واحد الطريق اللي كانت صحيحه في البدايه ديال الالفينيات، والان وصلنا الان واحد المشكل في السنوات الاخيره من 2012 2016 كاين مشكل ديال النمو عندنا في المغرب. شنو وقع؟ نقطه ونص في 10 سنين الاخيره تماما. اشنو وقع بعد ما كنا وصلنا 7% في 2006 ولا 2007 يعني. نسبة النمو مرتبطة بأشياء متعددة، باش مرتبطة بالداخل ومرتبطة أيضا بالخارج. مش بشني ملي تيكون ملي كانت الأزمة وكل راه الحمد لله دابا بدينا كنخرجونا، ضعف الطلب الخارجي راه تيقلل لك نسبة النمو. ملي كدير سنة جوفاء عجفاء بحال السنة ديال 2016 راه نقول لكم ديك نسبة النمو اللي درنا على ضآلتها يعني راه واخا هكذاك راه استثنائي، لان كان استثنائي، كان يعني هناك بين التفاوتات كاين التفاوت البيئي باش نرجعوا استثنائي. دابا كيف ما قلنا ان صحيح نسبه النمو خصها تزاد، لان وصلنا الان لربما نوت كروس دوت بوتونسييل دو كروسونس. باش غتزاد خصنا نلقاو شنو هما لي غولي او نفس جديد. هذا النفس الجديد غيجي من التصنيع والتصدير. هذا غادي يعطي نقاط جديده او مساهمه جديده، لان حتى ملي كتشوف يا الاخوان باش الاخوان معنا كي ملي كتشوفوا نسب النمو اللي حققناها من قبل، فاش حققناها؟ لان كان عندنا البي تي بي قطاع البناء. دابا الان في واحد النوع من الاستقرار، نتمنى انه عاوتاني يكون فيه واحد النوع من لاغونونس، لانه كنا شرينا داك النمو بضخ اموال ميزانيه الاستثمارات العموميه، يعني الطرق زدنا بدعم الطلب بصفه عامه حتى ديك الاستهلاك. هذا باش رفعنا النمو. دابا الان ولات السياسه وصلت الى مدى نحن في تحول. التحول هو اللي الان كما قلت التركيز على سياسه العرض، على التصنيع، على الخدمات، على القطاع الخدمات بصفه عامه. وهاد السياسات القطاعيه اللي ربما الان غادي تبقى تنتج اكثر فاكثر من المساهمه في النمو. خالد مصطفى، هذا البرنامج التنموي الجديد اللي كنبحثوا عليه، واش ضروري تكون هناك مناظرات مشاورات بين الحكومه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ علاش دار السيد الوزير؟ لا كي داك فيه ممثلين، فيه لا سي جو ام، فيه المجتمع المدني، فيه لا هو ضروري نمشيو نقلبوا داروا برنامج تنموي للاقاليم الجنوبيه. لا هو لان فيه واحد الجانب، هو طبعا المجلس الاستشاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي عنده دور، لا عنده دور ديال الاستشاره ودور، ولكن اعتقد ان هذا الموضوع بضخامته وب يعني امتداداته، لان عنده امتدادات سياسيه ايضا، اعتقد ان جلاله الملك حفظه الله ملي دعا ان يكون هناك نقاش وطني باش كل شيء يكون يعني متفق على التوجه. غدا ملي غادي نقولوا مثلا على ودي مثلا، هذا بين الاشياء اللي يمكن لا تقال، انه يمكن نقصوا شويه من الاستثمارات في يعني في ربما هذه بنيه تحتيه، ولكن نوظفوها في البنيه ديال بناء الانسان. هذا فقط اختيار، خص يكون هناك على الاقل تشارك والمشاركه وتشاور، يكون كل شيء يعني كيستوعب هذه الاختيارات ويتحملها ايضا. انا بغيت نرجع معك سي بوسعيد. النمو كاين تباطؤ في النمو في هذه السبع سنوات الاخيره، ولكن كاين مشكل اخر عويص
اللي هو المحتوى ديال هذا النمو صحيح من التشغيل، والتشغيل راه هو مشكل ساعي. صحيح نعطيك عا واحد الرقم مخيف، 45% الشوماج في الصفوف ديال الشباب في المدن، 45% هذا رقم مخيف جدا. شنو المحتوى ديال النمو من التشغيل؟ هو انه ما بين 2000 و2010 كانت كل نقطه النمو كتنتج ما بين 20-30 ألف منصب شغل. ما بين 2010 واليوم هذا الرقم نقطه النمو كتنتج 10000 15000 ماكسيموم. باش كتفسروا هاد الافراغ ديال النمو من المحتوى ديالو في الشغل؟ هو في الحقيقه كاين اسباب متعدده، باش من اسباب متعدده. اولا حتى حنا نطرحوا نفس السؤال بالنسبه للاستثمارات العموميه، كيفاش كنستثمروا 195 مليار درهم ولكن ما كنشوفوا النتيجه فيما يتعلق بالشغل ولا باللي يتعلق بالنمو نتيجه ضئيله. هنا غادي نخوضوا واحد البرنامج في تحديد الاولويات باش نشوفوا نختاروا الا الاستثمارات العموميه اللي غادي تؤدي الى خلق فرص الشغل. الجواب الثاني ان النمو ايضا في بلادنا يتطور. في 2007 15% ديال الصادرات هي اللي كانت عندها، باش نعطيك واحد لا ريفير، اللي كانت عندها نسبه ديال التكنولوجيا متوسطه وضعيفه. الان اكثر من 56%. العالم يتطور ومن حد العالم ماشي في التكنولوجيا الحديثه راه كدير واحد النمو باقل يعني عدد من اليد العامله. اللي بغيت نقول قبيله ما كنهضروا على النموذج التنموي، هذا هو اللي ان المغرب الذي استثمر استثمارات هائله في البنيه التحتيه خصو الان يتوجه الى الاستثمار الخاص كي يستفيد من هذه البنيه وتكون عندها مردوديه وكي يستثمر، لان الاستثمار الخاص باش ما نكونوا باش ما نغلطوش المغاربه، الاستثمار الخاص هو الكفيل والوحيد بخلق مناصب الشغل. خصنا نحفزوا الاستثمار الخاص، نحفزوا المقاوله، نشوفوا المشاكل ديالها، نخلقوا طبعا الحمد لله بلادنا عندها المقومات ديال 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 الشغل وديال كما قلت ديال الاستثمار، المنظومه والجو الملائم للاستثمار الخاص، وندعموا هذا الاستثمار الخاص عبر كل الاجراءات في تسهيل المساطر الاداريه، في التحفيزات الضريبيه، وربما ماشي هو هذا المقام باش نهضروا على قانون الماليه واللي جا بتحفيزات ضريبيه جد مهمه لتحفيز الاستثمار. هذا هو التوجه باش تكون هناك نهضه استثماريه في القطاع الخاص، لان مره اخرى القطاع الخاص هو الذي يخلق مناصب الشغل. على هذه القضيه اللي تكلم عليها مهدي مشبالي بانه من بين المشاكل عندنا في المغرب هي القضيه بالنسبه للتشغيل، يعني بان تقريبا كتجي عندنا كل سنه لسوق الشغل واحد 270 تقريبا الف شخص قادر على العمل، يلا كنخلقوا لها واحد تقريبا 27-30 ألف منصب شغل يعني في احسن الاحوال. واش ماشي ديك قنبله موقوته في المغرب؟ يعني قنبله اجتماعيه، خلينا مثلا غير مثلا المدن اللي كانت فيها تظاهرات وخروج مثلا وحركات اجتماعيه، الحسيمه او جراده، هي مدن من بين الامور اللي كتميزها هي بانه الشغل فيها ضعيف. مثلا بحال قضيه جراده، سدينا هذوك المناجم اللي كانوا، نسبه البطاله في جراده مرتفعه جدا، وطبيعة الحال هذا ما يفسر نوعا ما الخروج ديالنا الشارع. واش ماشي قنبله موقوته هذه؟ لا، هو ان نقول ان الشغل كمفتاح للكرامه ديال الانسان يعني وانه اولويات الاولويات، هذا لا يتناطح فيه كبشان. الان الشباب ديالنا اللي كيتخرجوا من المعاهد، لان دابا تنهضروا على البطاله، وصحيح ما قلتم انه ان تكون تعيش في المدينه وتكون شابا ويكون عندك دبلوم راه عندك اكثر فرص باش تكون مع كامل الاسف يعني عاطل. هذا المشكل ديال الشغل ديال البطاله التي تمس الشباب وذوي حامل الشهادات وخصوصا بالمدن، يعني كان خصها تلقى الحل. شنو هو الحل؟ الحل كما قلت مره اخرى ان نحفز الاستثمار الخاص، ان نحفز المقاوله. راه ماشي القطاع الخاص، وهذه الحمد لله دابا ترى بدات تدخل حتى العقل ديال المغاربه، ماشي القطاع العام اللي كيخلق. وان كان هاد السنتين 2017 و2018 تم فتح 100 ألف منصب شغل في القطاع في الوظيفه العموميه، ولكن ماشي حل. ماشي حل، خص ندفعوا نحفزوا. الوغ باش نحفزوا خصنا نكونوا ماشي فقط راه غير الاستثمار، خص اولا نعاون نرجعوا قال له هذاك الحكايه من اولها، المنظومه التعليميه اللي خصها تصلح باش انه ملي نكونوا ذاك الشاب ماشي فقط انه نكونوه باش يولي يعني كيشتغل، لا، باش حتى هو يبتكر وربما حتى هو يكون عنده روح المقاوله. ثانيا نصلحوا
المنظومة العامة ديال الاستثمار، وهذا ما بدينا فيه. ملي كتشوفوا الان لامدي اللي تصلحات وغادي يمشي للسيغي، والتوجهات ديال صاحب الجلاله حفظه الله في يعني باش تكون الاداره في خدمه الاستثمار، هذه حتى هي ايضا توجه، ونكونوا يكون يعني نحفزوا كما قلت الاستثمار الخاص، لان هذا هو الاساس في خلق مناصب الشغل. بالنسبه للناس ديال جراده مثلا شنو غتقول لهم؟ بالنسبه ديال جراده هذا ايضا بعد هذا موضوع يعني، لان جراده عندها خصوصيات. جراده كمدينه منجميه أغلق منجمها، وكان خص يكون شي بلون دو ريكونفيرسيون، و الا شتيو في العالم بلا ما ندخلوا في الاعتبارات لوغين الى اخره، انه ملي تيكون هناك غلق ديال المنجم تتكون مأساة. طبعا هنا كاين يعني كاين واحد التفاعل ديال الحكومه اللي خصو يكون باقصى سرعه لايجاد او للاستجابه الى كل المتطلبات المعقوله ديال هاد الساكنه، واللي طبعا كما قلت المعقوله بلا مزايده بلا ريكوبيراسيون، واعتقد ان طبعا من واجب الحكومه ان تتفاعل معها في اقصى سرعه. الامور ماشي دائما سهله، ولكن كاين هناك ربما حلول اللي خصها تحط في الارض الواقع باش يتحل المشكل ديال ما يطالبون به ديال البليل الاقتصادي، او بعباره اخرى خلق مناصب الشغل. قائد مصطفى السيد وزير، تكلمتم على التعليم العالي، شنو الموقف ديالكم وديال الحزب ديالكم مجانيه التعليم العالي؟ في الحقيقة بكل صدق داخل الحزب مازال ما تناقش، ولكن ما يعني ما يروج ان بالنسبة للتعليم العالي ممكن يعني وما فهمته وما قرأته حتى في النص، ليس هناك ضرب للمجانية، بلادنا كتمشي بالتضامن، وإلا بغينا نحقوا هاد النوع من التضامن باش تكون واحد النوع من المساواة وتكافؤ الفرص، راه خصها تكون في جميع الميادين، ماشي دائما مسكين هذاك الفقير اللي كتجي فيه ولا هذاك المتوسط، خص التضامن، وهذا راه في اخلاقنا وفي تقاليدنا وفي عاداتنا، وبلا ما ندخلوا لقيم اخرى، هذا النوع من التضامن خصو يكون، ولكن خصو يكون ويكون المنطلق الحقيقي ديال الاصلاح. يعني باش نقول يكون المنطلق الحقيقي ديال الاصلاح، يعني كفانا من هاد لا سيغريغاسيون وهاد التفاوتات وهاد التعليم بادراج ودرجات، اللي باه لاباس عليه وعنده باش يدخل ولده كيأدي، واللي ماشي لا تيمشي يدير القطاع الخاص وما كيداش حتى فيه، وكاين اللي كيمشي زاحف، وكاين اللي كيمشي زاحف فقير في الجامعات، هادشي اللي كاين غير خص هادشي يتفسر ويتبسط، باش لان مع الاسف بعض المرات دابا تنشوف شي اصلاحات داروا وكتدخل فيهم شويه ديال الخطابات بين قوسين السياسويه، ولكن كان من بعد كنشوفوا باننا كنا على حق، كندموا عليه، خص يكون عندنا الجراه ويكون عندنا ايضا التحمل، ونفسروا للمغاربه ما نقوم به باش ما يدخلوش على الخط شي خيار. انا بغيت النقطه ديال التعليم، اليوم اللي كنشوفوا الحكومه كدوي على الاصلاح، كنشوفوا لو ديبا كيدوي على لا لوجيستيك، نبداو مع عدد المدارس، نجيبوا الاساتذه، هادشي مهم جدا حيت كاين نقص في المدارس، كاين نقص في الاساتذه، ولكن الموضوع اللي ما كنتكلموش عليه نهائيا هو المحتوى ديال التعليم. شنو غنقريو لهاد الوليدات ديال اليوم باش في 2030 يكونوا في الموجه ديال الاقتصاد العالمي اللي كنعرفوا، الرقمنه، لي روبو، الانتيليجونس ارتيفيسيال، شنو اش غنقريو اليوم لوليداتنا؟ ما كنذكروش على هذا الموضوع. داكشي علاش ربما ما توفقناش الى حد ما كبير في التعليم، لان كنمشيو للحاجه السهله، لان هاد القضيه لا الحاجه ديالي ماتيريال ماديه بنيت، وان كان ايضا راه كان فيه استثمارات كبرى، غير باش نقولوا في بدايه 2000 راه كانت نسبه التعليم ربما اقل من 80% 85%، دابا كاين التعميم راه كلف، دابا ملي درنا هاد لا جيستيون كونتيتاتيف او التدبير الكمي الكيف باش كتمشي للكيف. انا دائما تنقولها الاصلاح شنو هو؟ هو ملي كيدخل داك التلميذ ولا داك يعني الطالب لذاك القسم وكيشد هذاك الاستاذ الباب وما كتعرفش كيقول له ولا اش كيقول له، هذاك هو التعليم. خص تكوين، وهذا الشيء راه مطالبين به الاساتذه الله يجزيهم بخير، والمعلمين خص ايضا دعمهم، وهنا كما قلت لك هذه السنه في 2018 هناك دعم بين 2017 و2018 55,000 منصب شغل باش ما يبقاش التضخم ويبقى الازدحام داخل الاقسام، ولكن خص التكوين ديال الاساتذه، خص التطوير كما قلتي المناهج، دابا ملي كتجيب تلقى الدري صغير عنده 4 سنين كيشد لك ذاك الايباد ويبقى يعني خص يكون ملائم، وربما عندنا اون شونس عندنا فرصه، ما نبقاوش هذه الفرصه خصنا ننقزوا، ما نبقاوش نمشيو عاوتاني بحال القديم
نبقاو في المناهج القديمه. دابا عندنا واحد الفرصه ديال ثوره تكنولوجيه رقميه خصنا نستغلوها وننقذوا. هذا هو اللي غادي ينقذنا وغينقذ يمكن منظومتنا التعليميه. غنمروا الفقره اخرى من البرنامج وهي وجه لوجه، وغنبدا بخالد مصطفوي. عندك 3 دقائق خالد مصطفوي طرح من الاسئله. السيد الوزير مؤخرا رفع الرسوم الجمركيه بعض المنتجات القادمه من تركيا، هل هذا القرار سيعمم الى باقي المنتجات وباقي البلدان؟ وهل اتفاقية التبادل الحر يجب إعادة النظر فيها اللي وقعها المغرب مع 56 بلد تقريبا؟ باش نبدا، اولا المغرب بلد يحترم نفسه ويحترم الاخرين ويحترم التزاماته. ما يمكنش يمشي يدير شي حاجه الا ما كانتش في اطار القانون وفي اطار ما تنقص عليه الاتفاقيات. هذه القضيه ديال تركيا مكتوبه في الاتفاقيه انه من حقنا، من حق المغرب، انه في واحد الحدود ديال اعتقد 10% ديال الواردات، في حدود ان يمكننا ندخلوا معهم في مفاوضات. اذا استعملناها كما نستعمل كل الوسائل القانونيه باش نحميو اقتصادنا، باش بعدنا نرجع لتركيا، باش نحميو اقتصادنا من الاغراق. منذ سنوات مع زميلي مولاي حفيظ العالمي لا نتردد ولا لحظه واحده كلما ثبت ان هناك منتوج كيجي لبلادنا من اجل منافسه غير الشريفه والاغراق. لان شنو الاغراق؟ كيجي يبيع لك الدامبينغ، كيجي يبيع لك ذاك المنتوج ديالو بارخص باقل تكلفه باش هو يتهنى منه وانت يغرقك ويضرب لك الشركات. خصنا من مسؤوليتنا الحفاظ كل مره ثبت ان هناك اغراق كنردوا الضرب. هذه ديال تركيا بطريقه قانونيه غندخلوا معهم في مفاوضات، لان لقينا انه شي منتجات ارتفع الاستيراد ديالهم بواحد الشكل مهول صاروخ، وخصنا نحافظوا على. شوف اسيدي، كل واحد كيدافع على راسه على المصلحه ديال بلاده ومصلحه، والحكومه يجب وتدافع عن مصلحه الاقتصاد ديال بلدها. قلت المغرب يفي بالتزاماته، هل دول الخليج تفي بالتزاماتها تجاه المغرب فيما يخص الدعم اللي كان خصصته المملكه؟ نعم. ما كاين حتى مشكل في هذا؟ نعم. سيد سيد السيد الحليمي المندوب السامي للتخطيط عبر عن بعض المخاوي بخصوص عمليه اعاده النظر في نظام الصرف. كيفاش كتشوفوا التقارير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط؟ السيد الحليمي مشى اول مره كيدير تصريحات وابدا لم ارد عليه، وهذه ماشي اول، ماشي هذه المره اللي غنرد عليه. وهل التقارير الصادره على المندوبيه لها مصداقيه؟ طبعا أن المؤسسة عندها مصداقية، ولكن في هذا الموضوع هذا بالذات مرة أخرى نؤكد أن أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن من أثر على نسبة التضخم هي 0.4%، والسي الحليم راه يمكن له يحسبها ويلقاها هي هذيك. السيد الوزير، في حالة جفاف عالمي 15 ثانية ارتفاع مهول للحبوب في السوق العالمية، كيف ستواجهون هذا الوضع؟ في اطار نظام الصرف الجديد؟ لا في اطار نفس لا شوف، ملي تيكون ارتفاع ديال شي مواد هذه زعما سنوزي امبوزي كان ندبرها على كل حال. نمروا 3 دقائق ماشي الجواب الشافي ولكن ندبرها. الوقت ما بقاش عندنا، نمروا لمهدي مشبه 3 دقائق ديال مهدي مشبه. انا عندي سؤال على التقرير الاخير ديال مجلس اعلى الحسابات فيما يخص الماليه العموميه اللي كشف واحد المعطيات خطيره. اولا كيقول بان المعطيات والمؤشرات الاقتصاديه اللي كتخرج من الوزاره ديالكم غير دقيقه. استثمارات ديال الدوله المجلس الاعلى كيقول لنا راه ماشي هي هذيك، راه كاينه قليله. الدين ديال المغرب كيقول بانك كتقلوا منه شويه. العجز ديال الميزانيه كيقول بانكم كتماكيو شويه هذوك لي شيفر. شنو الرد ديالكم على المجلس الاعلى الحسابات؟ اولا لا تقولوا مجلس الاعلى ما لم يقل. قال لا 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 ما قالش انه كان مكيو. لا 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 انا قلت مكيو. انت اللي قلت مكيو. هو ما قالش مكيو. هو تيقول اودي العجز داك الشيء اللي كدير، لانه هو بعدا السي قلت ما كتحسبوش شي مسائل. لا لا كان رئي وزير اول وكان وزير الماليه وتيعرف ان الطرق ديال الاحتساب ونفس الطرق اللي كنحتسبوا دابا هي اللي كنا كنحتسبوا فيها. وعلاش اليوم؟ لا هو باش نقولوا ما نقولوش اشياء اللي ما قالهاش. قال اودي بالنسبه للعجز ملي ديروا العجز ديروا المتاخرات اللي عندكم. حنا جاوبنا قلنا ودي لا درنا المتاخرات لا ديت، خصنا نزيدوا حتى لي كريونس، لان حتى انا عندنا شي، لان في نسبه العجز كتحتسب بحال لا كيس. قال له هذاك بحال لا كيس، دخل خرج، دخلك المداخل كتحسبها،
خرجات كتحسبها لا كيس، ولكن انا نسولك على واحد 12 مليار على واحد زيد. الا كان شي حاجه خصك تخلصها ولا شي حاجه غتدخل، راه عندي تقريبا 100 مليار درهم ديال لي ريستا ريكوفري ندخلها، راه الا دخلتها غندخل رجلكم العج زيرو. هادي شوف، ثانيا الحسابات الماليه العموميه راه كتشوفوا صندوق النقد الدولي وكيجي وكيفليه، راه هو ما قالش بان الحسابات ماشي هما هذوك. بالنسبه للدين كان دائما النقاش عندنا معاه، هو تيحسب طبعا الدين العمومي وباقي الاخوان، وحنا كنسيسبوا دين الخزينه. وربما هنا نقولها في هذا المنبر لاول مره ان شاء الله في 2017 منذ 2008 غادي يستقر الدين ديال الخزينه، وربما غيتراجع شويه. هذا ايضا خصنا نقولوه. اللي قال ايضا السي جدو فجاوبناه في التقرير ديالو انه قال لك اودي داك الاحتساب ديال يعني الاجور خصك تزيدوا فيهم المساهمات في المنظمات ديال عنده الصح. لا هي عنده الصح وبلاتي، ولكن حنا قلنا قبل، حنا قلنا ودي عندنا القانون التنظيمي القانون المالي وراه غادي يجي في العام المقبل. خليني نسولك على 12 مليار ديال الدرهم، غير التاريخ غير التقرير سبق الحفله بعام صافي، ودويت على واحد 12 مليار ديال الدرهم خاصكم تعطيوها للشركات ديال التي في ديال التي في. هذا الاسبوع ما دخلتوهاش في الدين اولا، وثانيا مازال ما تخلصاتش. هذا الاسبوع سوف تستمعون الى اخبار ساره ان شاء الله. ان شاء الله لي باترون لي باترون اللي غادي ان شاء الله ان شاء الله. انتهى الان من الفقره ديال فصفاص، نمروا الان للاختيارات ديالك سي محمد بوسعيد. الاختيارات ديالك الان، ونبداو باختيار الاول واللي غيكون الان غيكون في الشاشه اللي هي الظهر حاليا. هي ماشي جمله، فهي ايه قرانيه: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لماذا الاختيار ديال هذه الايه قرانيه؟ لا اختيار، لانه الواحد ملي تيكون في المسؤوليه تتكون عنده واحد الامانه، وخصوصا طبعا الامانه في واحد القطاع اللي مهم. الان 6 سنوات وانت وزير الماليه تقريبا. يعني 4 سنوات. 4 سنوات ديال 5. هذه 5. يعني راه ما كيكونش دائما القرار سهل، وطبعا داخل الحكومه. ولهذا نتمنى على الله اننا نكون نقوم بالامانه على احسن وجه. ومن هنا ننطلقوا داك السؤال الاول ديالك حول تليين سعر الصرف، راه كتكون يعني من منطلق الامانه ومنطلق المسؤوليه انه ما يمكنناش نتلعبوا بالمغاربه ولا نتلعبوا بمستقبلهم. الاختيار الاخر فهي صوره، وهي صوره شخصيه، هذه الوالده ديالك سي محمد بوسعيد. الوالده ديالي. لماذا الاختيار ديال الصوره؟ لانه بحال المغاربه كلهم انا كنامن بان رضاه الوالدين هما سر النجاح. والوالده ديالي عانت طبعا باش لان من اسره متواضعه، لانك من اسره متواضعه يعني، ويعني وسهرت الليالي. ولكن كان يعني التحفيز باش نقراو هنا فاش الامور يمكن لها كدار الانسان كانت الى جانب ابي الله يرحمه تدفعنا باش نقراو، لان تتقول اودي العتق ويعني والنجاة هو انك تقرا ويعني وتكون مفيد. علاش المدرسه الان فقدت هذا الدور ديالها؟ هذا هو علاش المدرسه فقدت هذا الدور؟ هذا هو التساؤل. يعني بانه الناس المدرسه كانت هذيك كما كنقولوا بانه المصعد الاجتماعي، يعني سونسور سوسيال، يعني بانه واحد مثلا ولد عائله متواضعه مثلك كيولي وزير ماليه واقتصاد. علاش المدرسه عموميه؟ انت قلتي في مدرسه عموميه. صحيح. علاش هذه المدرسه فقدت هذا الدور هذا؟ وهذا هو السؤال، هذا هو السؤال الطويل والعريض. ولكن بما ان هذه مناسبه ودكتي ولات الصوره ديال الوالده الله يطول عمرها. الله يطول في عمرها. انه طبعا ايضا نداء لكل الشباب باش يتهلاو في والديهم. وشويه الامل عاوتاني؟ عفوا؟ شويه الامل؟ طبعا الامل، لانه كاين هذه الظاهره الان في المغرب انه الشباب بدا كيفقد الامل في هذه البلاد. وفي الدور ديال المدرسه وفي التعليم. لا شوف، لكل وقت يعني ظروفه. ما يمكنش تقول هذه القضيه هذه تعبر بهذه الطريقه. لا 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 شوية. لا 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 شوف شوف شوف، حتى حنا ملي كنا شباب في ذاك الوقت حتى حنا كان عندنا حلوم واحلام، وما نرجعلكش عاوتاني غير كنساو. تكون عندنا حلوم وكنا في نضالات. لا غير اللي بغيت نقول لك انه كل وقت عنده رجالاته، وان الطاقه والثروه ديال هذه البلاد كما قال سيدنا الله ينصره هما الشباب ديالها. خصهم نشدوا في بلادنا ونثيقوا في روسنا ونثيقوا في المستقبل ديالنا، لان بين يدينا كنز. شكرا لك سي محمد بوسعيد، شكرا وزير الماليه الاقتصاد والماليه، شكرا لك على الحضور، شكرا لك بانك الوقت لاجل شرح القضيه ديال الانيليه تليين نظام الصرف في تعويم الدرهم. شكرا لك مره اخرى. شكرا ايضا لخالد مصطفاوي رئيس تحرير، داك الشيء علاش كنتي كتوصفك تقول لي الرئيس لانه رئيس تحرير بدوزام. شكرا لك على الحضور. وايضا مهدي مشبال رئيس تحرير مجله تلكال، اول مره تحضر معنا، شكرا لك. شكرا مهدي مشبال. شكرا لكم والى اللقاء الاسبوع المقبل. شكرا لكم.